النهارده هنصور لكم زي سوق الجمعه، مرشي اوبيس حاجه كده، هتلاقوا كل حاجه فيها زي سوق الجمعه. لا النهارده بنقول سوق السبت، مرشي كويسه ان شاء الله تعجبكم. وكمان هنتلاقى مع ناس جوه وهنتعرف على الاجواء جوه ونوريكم، وان شاء الله تعجبكم. خليكم معانا، في حاجات كتير جوه هتعجبكم ان شاء الله. ده مكان كويس هنا في لافال، وموجود تقريبا منه برضه في كل مدن كندا للناس اللي جايه جديده، واسعار لا تقارن، اسعار يعني رخيصه في ظل غلاء الاسعار. الناس الجديده كلها هتحتاج المكان ده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا دي زي كده ما بنقول سوق السبت، يعني سوق شعبي هنا بمنطقة لافال في كيبيك، موجودة في زيها في كل مدينة، يعني بيكون سوق شعبي في كل أسعار رخيصة، في حاجات يعني بنقول كده اللي هي الحاجات اللي بيقولوا عليها تحت السلم، مش ماركات مش براندات ولا حاجة، لكن بتبقى أسعار الناس الجديدة بتستفاد منها. بيجوا مثلا بيلاقوا الأسعار بالشكل ده كده، ما بتلاقيش الكلام ده في أي محلات ولا أي مكان، إنك تلاقي 9.99 ملابس أو تلاقي 4.99 ملابس، والأسعار دي كلها ما بتلاقيهاش، مش موجودة طبعا في المحلات، طبعا مش ماركات ولا براندات، لكن حاجة بتقضي الغرض. الناس اللي هي جاية جديدة، الناس اللي هي فعلا بتبقى جاية بتقول احنا عايزين نكفي حاجتنا وخلاص، يعني مش جايين باصين لمصاريف كتير في البداية كده. برضو بتلاقي في حاجات مستعملة، بتلاقي في مفارش للبيت، بتلاقي في كل حاجات. فاحنا هنلف في المكان زي ما انتم شايفين، يعني هو كبير جدا، فهنبقى نغطي ليكم على قد ما نقدر نفس المكان ده، وهنحاول نشوف معانا لو في ناس ولا حاجه نسجل معاهم ونشوف ايه انطباعهم عن المكان. زي ما انتم شايفين كده المكان كويس، تلاقي موسيقى في كل مكان. طبعا يعني الكلام مش مهم قوي زي الصوره ايه الاجواء. كمان في داخلي، يعني في حاجات داخليه، في محلات داخليه جوه في المبنى ده، بنلاقي فيه محلات كتير قوي داخليه. خلينا هنا بس، احنا بنغطي بره في الشارع، هو ده المكان. حتى الناس اللي هنا في كندا، في ناس على فكره عايشه هنا في كندا بقالها سنين وما تعرفش المكان ده، كانت بتبص تلاقي حتى تيشيرتات رياضيه، بتلاقي الحاجات دي كلها اسعار زي ما قلنا كده، يعني اسعار رخيصه جدا، مش هتلاقيها في اي مكان يعني. فالسوق ده بيبقى موجود سبت وحد، يعني كل سبت وحد طول الصيف بقى بيفرشوا بره كده اماكن، وبتلاقي معظمهم يعني البلد مصرحه لهم وكده، وانهم يبيعوا. وطبعا التداول بينهم وبين بعض بالفلوس الكاش، يعني مفيش انتذاك ولا ماكينه فيزا والكلام ده كله. فبتلاقي كل حاجه، يعني ممكن تلاقي في عجل. طبعا الناس هنا بتستخدم العجل كتير قوي، بناطيل جينز، اللي عايز برضه بناطيل جينز عشان الشغل، عشان اسعار رخيصه. برضه بتلاقي عجل اسعاره برضه معقوله، يعني اقل من المحلات بكتير، بتقدر تلاقي كل حاجه اسعارها يمكن نص المحلات.
في مكان بقى للمستعمل اللي عنده حاجات قديمة في بيته، بيجي برضه بيفرش بيها في مكان كده، عدة مثلا، عدة حدادة، عدة نجارة، عدة زراعة للبيوت، برضه كل ده الناس بتيجي وبتستعمله. وممكن ندردش يعني، احنا ممكن نوريكم المكان وندردش معاكم في موضوع تاني برضو عن تسهيلات الحكومة الكندية في الفترة الأخيرة للناس، لأن فعلا يعني لفت انتباهي فعلا ان لفت انتباهي فعلا ان الهنود بيجوا اكتر من العرب، وناس واخده بالها قوي العرب بيتكلموا بيقولوا ليه وادي ده بتجيب اهو اللي عايز مناسبه ولا حاجه، وعايز يدي حد او ولد لعبه ولا حاجه، كل حاجه بتلاقوها. فنتكلم طبعا، بيقول يعني بيقولوا الهنود الحكومه الكنديه بتسهل الهنود اكتر من العرب وكده. فانا عايز كان ليا وجهه نظر في الموضوع ده، ان الهنود مش الحكومه هي اللي بتساعد الهنود انها تيجي اكتر من العرب، او بياخدوا مهاجرين من الهنود اكتر ما بياخدوا من العرب. انا ليا وجهه نظر تانية خالص، ان الهنود هم اللي بيساعدوا بعض اكتر من العرب. عشان كده يعني في حاجات ايه برضو الحاجات دي، فبتلاقي كل حاجة. طبعا عايزين نروح، طبعا احنا ممكن نلاقي اماكن تانية فيها فواكه طبيعية. طبعا الناس الكنديين طبعا عندهم بيوت وبيزرعوا، عندهم مزارع وكده، فبيجيبوا الحاجات من مزارعهم وبيعرضوها هنا. فده طبعا مكان تاني، فاحنا يعني هنحاول نغطي اكبر قدر من المكان. نحاول نغطي لكم اكبر قدر من المكان، وهنتنقل لمكان اكبر شويه. يعني هي متقسمه مثلا، دي حاجات اكسسوارات ايه يعني 5 دولار و5 ب 20 دولار، يعني الواحد ب 4 دولار، حاجات كده زي الحاجات اللي موجودة، الناس المصريين عارفين الحاجات اللي هي موجودة بالعتبة. ودي حيلة اللي هي شكلها حلو، بيقولوا عليها تيفال ولا ايه مش عارف. برضو الاسعار حلوة، يعني الاسعار بصراحة معقولة جدا للناس اللي هي مثلا مش عايزة تدفع. يعني على فكرة يعني ممكن تلاقي اسامي ماركات موجودة ما فيش مشكلة، يعني هو ده المكان الوحيد اللي بتقدر تلاقي فيه اسامي ماركات فيك، هو ده المكان الوحيد اللي تقدر تلاقي اسامي ماركة، يعني ده المكان الوحيد. غير كده ما بتلاقوش في اي محلات ولا في اي اماكن تانية، ما تلاقيش انك تجيب اسم ماركة او كده. ادي قلنا اهو برضه الناس اللي جاية جديدة عايزة مخدات، عايزة بطاطين، عايزين فرش للبيت، برضه بيلاقوا. فهنبقى دلوقتي احنا بنوصل لنهاية الطريق، وبنقوم ايه داخلين طريق تاني لحد ما ايه ادي التيشيرتات شكلها جميل جدا. يعني هتلاقي برضو 10 دولار، طبعا استحالة تلاقي حاجة ب10 دولار في محلات في البلد. شورتات برضو عشان الصيف، ها يعني تلاقي 10 دولار 12 دولار كده برضو. طبعا المكان زي ما انتم شايفينه، إن زحمة شوية، الكرادور ده الطريق ده زحمة أكتر. شفت الأشكال جميلة أوي، أشكال حلوة، أشكال ما شاء الله بجد بجد، حاجات يعني حاجات تحف بصراحة والله العظيم بجد. يعني أنا واحد من الناس أول مرة أشوف الألوان دي والأشكال دي، حلوين كتير يعني. حلوين كتير. بعد عزيم يارا نظارات ايه بتلاقي ب10 دولار 15 دولار، الشنط اهي. قلنا الفواكه والحاجه برضه هنلاقيها في طريقنا اهو، قال
ذره البطاطس، كل حاجه ايه جميله. دي بقى جايه من المزارع، اورجانيك يا جماعه، اورجانيك يعني حاجات طبيعيه خالص، ما فيش كيماويات ولا فيش اي حاجه. اهي شوفوا جميله، حاجات كلها جميله، حاجات كلها اورجانيك اهي. فراوله، شوفوا شكل الفراوله ما شاء الله، الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. دي كلها بيبقوا زارعين في المزارع عندهم وبيكبوها وبيبيعوا كده وبيدوقوا كمان، يعني تدوق قبل ما تشتري اهو. بص العرض شيء جميل قوي، يعني بيعرضوا حاجات جميله قوي. انا هخلص بس معاكم ونرجع نشتري ان شاء الله، بس نصور لكم شويه حلوين كده اهي. ناس اهي، كل دي فاكهه طبيعيه جدا اورجانيك، يعني مزروعه في بيوت. وجور مزروعه في البيوت، شوف الشكل، الحاجه حلوه ازاي بجد، يعني حاجات تفتح النفس يعني. طبعا كل مكان، واهو ليمون، البرتقال، كوتشيات حلوة برضه، شكلها نايكي اهي، بس هي مش نايكي اهي. تمام، كل ده نظارات. خليكم تفرجوا، واهو يعني هو المكان للفرجه افضل منه، ان يعني كنا حابين نتكلم في موضوع واحنا بنفرجكم، لكن وحابين نتلاقى مع ناس وكده ونسالهم، لكن لحد دلوقتي اهو برضه الحاجات، والله حاجات شكلها حلو، يعني حاجات شكلها حلو. اي نعم مش ماركه، مش براند ولا حاجه، لكن اهو عادي بقى اهي، تقليد البراندات او الحاجات اللي هي الفيك. عايز اروح بقى المكان البناطيل الرياضة، هي نايكي ومش نايكي طبعا انا مستمر معاكم، ما رحتش ولا جيت، والمكان يعني مهم جدا للناس الجديده بجد، يعني مهم للناس الجديده، العائلات اللي جايه جديده، او حتى الشباب العزابيين وكده، الناس دي بجد يعني بيبقوا محتاجين حاجات رخيصه، يعني حتى برضو الارجيله، الشيشه بتلاقيها هنا كمان اهي، كمان اهي برضو موجوده، برضو الولعات والسجاير اللي هي كل حاجة، كل حاجة، كل ما يخطر على بالك، يعني كل ما يخطر على بالك بتلاقيه هنا. دي حاجات بيحطوها في المحلات، على فكرة معظم الناس بتصنع الحاجات دي عندهم، أو دي حوامل تليفونات. والله أنا كنت عايز واحد، بس طبعا خدت قبل كده وما استحملش. في كل حاجة يا جماعة، كل حاجة بصراحة. عايز اروح بس مكان كده فيه عده برضو للناس اللي بتهتم بالعده، ان يكون عندها مفكات وعندها مثلا شاكوش والحاجات دي، عده كتير قوي، وفي عجل مستعمل اللي عايز. في ناس على فكره بتستعمل هنا العجل كتير في شغلها، احسن من المواصلات واحسن من الاتوبيس وكده، فمعظم الناس بتحب العجل برضو، فبتلاقي مكان فيه برضو العجل المستعمل وحاجات كتير قوي، مثلا سكوتر كده، ففي ناس بتستعمل الحاجات دي اسرع لها في الصيف،
عامه انها تستخدمها في وهي راح الشغل وكده احسن تستخدم في المواصلات. ما انتم شايفين اهو ادي البلاطيل اهي. المكان يا جماعه اسمه مارشي اوبيس في سانت استاش في لافال. سانت استاش في لافال كيبك. طبعا طبعا في ناس كتير هنا في مونتريال هتبدا تسالني العنوان. ناس كتير جديده قوي موجوده هنا في مونتريال عامه هيسالوني على العنوان، فبقول لكم وهكتب لكم كمان على العنوان فين للناس اللي هي حابه العنوان حابه تيجي. والمكان دايما فاتح سبت وحد، كل يوم سبت وحد الا اذا كان في يوم في مطر ما بيفتحوش. يعني لما يبقى في يوم في مطر ما بيفتحوش. طبعا قلنا لكم احنا تقريبا دخلنا من هنا، قلنا لكم في مبنى داخلي بقى ناس مأجره بقى محلات جوه ومبنى داخلي. يعني ممكن ندخل نوريكم حاجه جوه كده شويه بسرعه كده، نبدا ندخل نوريكم مكان جوه. المكان جوه كبير برضو ومليان كل يعني معظم الحاجات اللي هنا بتلاقيها جوه بس بطريقه مرتبه اكتر بقى محلات. دي حاجات تقريبا مستجعات امازون. ما اعرفش بيبيعوا الكرتونه بكام ولا بختك يا ابو بخيت كده. يعني انت بتفتش وتطلع وتشوف انت وحظك. اهو دي كراتين تقريبا امازون او الحاجات المرتجعات وكده. اهو الراجل معاه السياره قد ايه يعني مش اهو. كل واحد يدور على اي حاجه وبعدين يسال على السعر وهو حظه. يعني انت بتفتش وبتدور، تطلع بحاجه حلوه، تطلع بحاجه وحشه، تطلع بحاجه قيمه، تطلع بحاجه اهو. تفضل تدور تفتح كراتين وتشوف. طبعا بيروحوا هم بيجيبوا الامازون. طبعا حاجات كتير مرتجع من امازون وكده، فالناس بتلمها على بعض كده ويعملوا بيها الشغل ده. حاجات بقى يعني 2 دولار و 5 دولار يعني حاجات اسعارها كلها رخيصه جدا. اهو كراتين شوفوا مرميه على الارض ازاي. انت بقى وحظك تدور تلاقي حاجه عايزها، تلاقي حاجه مش عايزها. المكان اهو يا جماعه اظن غطينا على قد ما نقدر من المكان. ان شاء الله يعجبكم ونول رضاكم. كمان بنلاقي كمان هو الرسام يعني بيرسم قدامك دلوقتي ويحط اللوحه ويبيعها. يعني ما شاء الله بيعمل طبعا غطينا لكم المكان مش كله. طبعا ما كناش هنقدر نغطي المكان كله، المكان كبير. وزي ما قلنا اللي عايز يعرف العنوان يكتب لي في التعليقات يقول لي العنوان فين. المكان مارشي اوبيس في سانت استاش لافال كيبك. الناس الجديده محتاجه المكان ده، كل الناس الجديده فعلا محتاجه المكان ده، والناس القديمه. وفي ناس هنا بقى لها سنين قاعده هنا في كندا او في مونتريال او في لافال وما يعرفوش المكان ده، بنقول لهم المكان ده كويس ومفيد ليهم. وان شاء الله نعمل لكم فيديوهات اكتر ونقول لكم في الاخر دمتم بخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.